من عجائب بريطانيا اللي ما اعتقدش اللي انا شفتها في اي دولة في العالم، انك ممكن تحجز تذكرة طيران من لندن لمدينة اوروبية زي مثلا مارسيليا في جنوب فرنسا رايح راجع، وتكون تمن التذكرة دي ارخص من تمن المواصلات اللي انت هتروح بيها من بيتك للمطار عشان تركب الطيارة، ومن المطار عشان ترجع بيتك لما ترجع تاني. ودي بتحصل معايا كتير، يعني مثلا بحجز تذكرة مثلا ب30 جنيه استرليني مثلا من لندن ستاندستيد او لوتون او حتى جاتويك رايح مثلا مارسيليا، رايح مثلا حتة مثلا في البرتغال او في اسبانيا او في الدنمارك او الكلام ده، ولاقي ان تمن التذكرة بعد ما دفعته أرخص من تمن المواصلات اللي أنا هدفعها عشان أروح من بيتي في جنوب بريطانيا لندن اللي هو ساتون عشان أطلع بيها لغاية المطار اللي هو ستاندستيد أو لوتون أو حتى في أوقات معينة جاتويك لو الترين مش شغال. يعني في مرة من المرات دفعت تذكرة طيران 25 جنيه استرليني وأنا رحت بيها مارسيليا رايح راجع، ولقيت نفسي دافع في المواصلات عشان اروح ستاندستيد حوالي 35 جنيه استرليني رايح راجع برضو، فبقت المواصلات عشان اروح المطار اغلى من ثمن الطيارة. حد عنده تفسير ليه اسعار المواصلات في بريطانيا غالية قوي كده لدرجة انها ممكن تكون اغلى من تذكرة طيران هتطلع بيك فوق ل 30 او 35 او 40 الف قدم وهتمشي بيك لمدة ساعة ساعة ونص الطيران وهتنزل في مطار في دولة تانية اجنبية؟ انا لغاية دلوقتي ما عنديش تفسير للموضوع ده. بحس ان اسعار المواصلات في بريطانيا او في لندن، خلينا نتكلم كده نقول في لندن، مغالى بيها بشكل رائع بشكل عنيف. يعني انا كنت عاوز اروح مثلا لصديقي العزيز نبيل في مانشستر، وكنت خلاص قلت له هاجي لك يوم الاحد ونقعد مع بعض ونقعد اليوم كله مع بعض، قلت خلاص خليني احجز تذكره الطيران من لندن لمانشستر، لقيت ان التذكره رايح راجع في يوم الاحد كام؟ التذكره رايح راجع ب 145 جنيه استرليني وانا بحاول احجزها باربع ايام. لو حاولت احجز ب 145 جنيه استرليني قبل سفر باربع ايام انا ممكن احجز طيران للبرتغال، لاسبانيا، لالمانيا، ساعات للدنمارك، ساعات صدق او لا تصدق للسويد كمان. فازاي مواصلات داخليه في مدينه او مواصلات حتى قطر ما بين مدينه ومدينه جوه بلد تكون فعليا اغلى من تذكره طيران من دولة لدولة تانية؟ وبس كده. لو حد عنده تفسير ياريت تقولي، لان انا فعلا مش لاقي لها تفسير، ومش انا بس اللي بتسأل السؤال ده، ناس كتيرة جدا بتسأل السؤال ده.